يسعد صباحكم بخير. انا حاليا في المالديف، في مالديف غزه. طبعا اخترت مالديف غزه نعمل فيه عيد ميلادي لانه مكان هيك على البحر والشيء جميل وحلو. كل الشكر للاداره على استقبالهم لنا. طبعا هالوقت بدي اروح اجيب اغراض عيد الميلاد، بدي اروح اجيب الكيكه طبعا من مطعم بالميرا. طبعا يا جماعه الخير وصلت على مطعم بالميرا، بدي اخذ من عند مطعم بالميرا الكيك لعيد الميلاد. طبعا مطعم بالميرا بيعمل الكيك اللي انتو بدكم اياه، بتعطيه الصوره الشكل اللي انت بتحبه بيعمل لك اياه. طب شوفوا معنا كيف تحضير الكيكه. بعمل حفلات تخرج، اعياد ميلاد، وكافه اللي هو الاغراض متوفره داخل مطعم بالميرا. تابعوا الفلوج عالفاضي، عملوا اياه ايش ما بده يصير، بتخبي بتلاحق بدها تنعمل. 3 2 1 0. حضر حالك يا عمر، بتكون انت الهديل، عيد ميلاد اغلى البصر ونجومك مزلحين. حضر حالك يا عمر، بتكون انت الهديل، عيد ميلاد اغلى البصر ونجومك مزلحين. أحلى أيام بحياتك بتقضيهن مع رفقاتك، رفقات العمر بالدنيا، أوفى علاقة بتعيشها هي الصداقة اللي ما بتنكسر. رفقاتي اخواتي يلي ما جابتهم امي، تربينا كبرنا تخاوينا عالدمعة والبسمة، شو تعبنا وبكينا ورقة شد علينا، وتعاهدنا كل العمر ما تضيع الا مني. رفقاتي اخواتي يلي ما جابتهم امي، تربينا كبرنا تخاوينا تعبنا وبكينا ومرقت شد علينا، وتعاهدنا كل العمر ما تضيع الا مني.
رغم ظروف كانت صعبة وأيام الأسوي بالغربة نسينا بعض فرقنا رجعنا التمينا وعن عشرتنا متخلينا بينا عالوقت رفقاتي أخواتي اللي ما جابتهم أمي تربينا طبعا كل الشكر لاصدقائي ولكل الناس اللي هنتني بعيد ميلادي بحكي لهم كل عام وانتم بالف خير والشكر كل شكر لاداره مالديف غزه ولمطعم بالميرا بوجه شكر خاص لمطعم الحلبي بالمفاجاه اللي عمل لي اياها امبارح طبعا في البث المباشر قدم لي كيكه شاورما كل الشكر له بترككم على المقطع We'll be right back.